إذن حركة المواصلات العامة في باريس واجهت شللا جزئيا في الوقت الذي يتصاعد فيه غضب المستخدمين، لأن الخدمات أصلا ما تزال تعاني من التقليص منذ جائحة كورونا. إذن لا تزال تعاني من ذلك. العربية التقت بعضا من سكان باريس في يوم الإضراب هذا لتسألهم على من يقع اللوم فيما حدث، على العمال المضربين أم على الحكومة الفرنسية. Nous, tous mes cours aujourd'hui, ils ont été mis en distanciel et tout. Du coup, ça va, ça m'a pas trop posé de soucis. Bah, peut-être au gouvernement de faire quelque chose, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire après quoi. Plutôt le gouvernement, essayer de trouver une solution pour eux qui arrangerait tout le monde et essentiellement et également les gens qui travaillent, qui sont impactés aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est inscrit dans les constitutions des pays. C'est tout à fait raisonnable qu'il y ait des grèves, mais maintenant aussi, il faut. Regardez le contexte socio-économique qui prévaut dans le monde entier. C'est bien lui qui a le pouvoir de faire changer les choses. Je crois que pour une fois, c'est bien justifié. Et c'est ce qu'on attend du gouvernement. على الضفة الأخرى، أضرب عمال مترو أنفاق العاصمة البريطانية للمطالبة أيضا بتحسين الأجور، وهو الإضراب الذي يأتي بعد فشل محادثات مع هيئة النقل في لندن. قالت هيئة النقل إنه من المتوقع أن يستمر الإضراب حتى صباح غد الجمعة، وأوصت السكان بتجنب السفر عبر مترو الأنفاق والبحث عن وسائل بديلة. هذا التحرك الأخير هو آخر حلقة في سلسلة إضرابات نقابية الهدف منها واحد، تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وظروف العمل. لكن الحلقة المقبلة من الإضرابات ستكون صعبة للغاية على البريطانيين إن حدثت. فالعاملون في قطاع التمريض في عموم البلاد صوتوا لصالح تنظيم إضراب وطني حسبما أعلنت نقابة الكلية الملكية للتمريض RCN. وحذرت النقابة من أن أكبر مستشفيات إنجلترا ستتأثر بالإضراب الذي من المفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي. وبينما لم تحدد النقابة طبيعة الإضراب بعد، إلا أن التأثير بالتأكيد سيطال المرضى الذين يعانون أساسا من لوائح انتظار قياسية واضطرابا في العمليات والمواعيد. دانت الكلية الملكية للتمريض ظروف العمل وتدني رواتب الممرضين والممرضات خلال الأعوام الأخيرة، وطالبت بزيادة الأجور بنسبة 5% بسبب نسبة التضخم الذي قفز بأكثر من 12% في سبتمبر. وقد أظهر تحليل نشر مؤخرا أن راتب ممرض يملك خبرة انخفض بنسبة 20% من قيمته الحقيقية منذ عام 2010.